الحقيقة التقرير ده حاجة يعني أنا متهيالي إن ده لا يقل أبدا في العقاب عن القتل. يعني أنا كنت مصممة إن أنا أوريكم الصور بتاعت الأم والصور بتاعت البنت بعد ما شالت الشاشة. هو كان في صور صعبة جدا، فأنا قلت لهم بلاش الصور الصعبة جدا، فهم فهموا إن مفيش صور خالص، لا لازم نطلع الصور ولازم أوريها لكم عشان أوريكم بشاعة المنظر. إن ليه إزاي وإزاي أصلا إن أنا أبقى بعمل حاجة كده؟ إيه ده؟ ده يعني مفروغ منه إن ده مخدرات أكيد، ولكن ابقى بركب توك توك في حد يعمل كده؟ ده عباره عن ايه؟ واتقبض عليه طبعا، وان شاء الله باذن الله يتشنق، لان ده ايه؟ انا مش عارفه.